فيه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم وسلم على الرحمة المهداة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا رب أجرنا من النار، يا رب كما جمعتنا في هذا البيت المبارك على طاعتك اجمعنا يوم القيامة مع الحبيب في جنتك. يا رب انظر إلينا الساعة نظرة رحمة لا نشقى بعدها أبدا. يا رب انصر إخوتنا في سوريا، يا رب كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم يا رب انصر إخوتنا في فلسطين وفي مصر وفي كل مكان. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، أرنا فيهم عجائب قدرتك يا جبار السماوات والأرضين، والحمد لله رب العالمين. لازلنا وإياكم نسترسل في اتباع سيرة سيد المرسلين صلوا عليه، ومع الدرس 14 بعد 100 من سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الدرس الماضي رأينا كيف أن الحبيب عليه الصلاة والسلام أوصدت في وجهه الدعوة إلى الله في مكة، ولم يعد هنالك أحد يريد الاستماع للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم مات أبوه، عمه أبو طالب، وإذا بالأذى يمتد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تموت في عام الحزن زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها، فلا يجد من يسليه في البيت، فاجتمعت الأحزان من كل جانب على رسول الله بأبي وأمي ونفسي له الفداء. وسمي هذا العام في سيرة الحبيب عام الحزن، حق للنبي أن يحزن، لأن مكة أحب الأرض إلى الله وإليه لم تعد مستعدة لكي تسمع للدعوة. حق للحبيب أن يحزن حينما يموت من كان سببا في دفع الأذى عنه، وحق له أن يحزن حين يموت عمه أبو طالب على الشرك، وحق له أن يحزن حينما يمنع النبي من الدعوة بموت عمه أبي طالب، وحق له أن يحزن حينما ماتت رفيقته في الدرب وسيدة نساء العالمين أمنا خديجة، التي كانت أول من آمن به وأول من واساه بالمال وأول من وقف معه رضي الله عنها وأرضاها. إذن فهذا الأمر كان شديد الوقع على رسول الله صلى الله على الحبيب وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا الحبيب عليه الصلاة والسلام والداعية إلى الله في كل وقت يعرف أن طبيعة الطريق هي هذه، طبيعة الطريق دعوة إلى الله هي هذه. أتظن أن طريق الدعوة تكون مفروشة بالورود؟ لا لا، طريق الدعوة إلى الله تعالى هي طريق الأنبياء، والأنبياء هم أشد الناس بلاء، وإن الله ليبتلي العبد على قدر إيمانه، فكلما عظم الإيمان في قلبه كلما كانت منزلته عند الله أكبر، فكان ابتلاء الله له أكبر ليرفع درجاته في أعلى عليين. هذه هي الطريق، هكذا هي الطريق. لكن الدعاة إلى الله تعالى وعلى رأسهم الأنبياء وعلى رأسهم سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، في مثل هذه الظروف الحالكة الصعبة الثقيلة لا يقف مكتوف اليدي، تظل الدعوة هي شغله الشاغل. لا يقول أنا الآن قد أحط بمجموعة من النكبات إذن سأترك الدعوة، لا لا، كلما اشتد الوطء كلما ازداد تمسك النبي بالدعوة. هذه سيرة الحبيب وسنته. هم يعتقدون أنهم حينما يترصدون النبي ويؤذونه سيتخلى النبي عن دعوته، يفعلون ذلك حتى يتخلى النبي عن دعوته، لكن النبي كلما أصيب أكثر كلما استمات أكثر في التشبث بالدعوة. الآن هنا صلى الله عليه وسلم هو يرى أن الآن المشركون بدوا يؤذونه بموت أبي طالب، وهو يرى الآن أن أحدا في مكة ليس مستعدا لكي يسمع دعوته، هل يتخلى عن دعوته؟ لا،
بل لا بد أن يبحث عن وسائل جديدة لاستثمارها في الدعوة. الله، دائما كاين الجديد، دائما خصك تنوع الأساليب والوسائل. إذا منعوك في المسجد فعليك أن تبحث عن طريق، لا تتوقف أبدا سيرا على منهاج رسول الله. فإن الداعية إلى الله تعالى كلما أوصد أعداء الدعوة في وجهه بابا من أبواب الدعوة، كلما تفتقت عبقريته أو عقليته عن وسائل جديدة يستثمرها لتبليغ الدعوة. وإذا لم يكن هو من يفعل ذلك، يفعله من؟ الدعاة إلى الله الذين يجتمعون على نفس الهدف، يتعاونون، أي لا يترك وحيدا، بل على الجميع، أي كل من يهتم بأمر الدعوة عليه أن يبحث عن وسيلة لكي يقضي على كل مؤامرات من يريد أن يحد من أثر الدعوة. هذه مسألة مهمة، هذه نتعلمها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هم يريدون حينما يؤذونه بشدة أن يتوقف، لكن كلما ازداد أذاهم كلما ازداد تشبثه بالدعوة. كيف ذلك؟ بالبحث عن وسائل جديدة. الله، ما بغتنيش مكة، الله يهنيها، أغلق هذا الباب، الله يهنيه، أنا لن أظل هنالك عند الباب موصدا أنتظر أن يفتح، ولا ما تفتحش، فعلي أن أبحث عن أبواب أخرى مفتوحة لم يرها الآخرون. الله، وفي هذه اللحظة بالضبط فكر الحبيب عليه الصلاة والسلام أن يخرج من مكة، أن يهاجر من مكة كما هاجر أصحابه إلى الحبشة. خرج أصحابه وخيرة أصحابه إلى الحبشة. يا رب يا رب يا رب، والنبي صلى الله عليه وسلم سيفكر الآن في الخروج من أرض مكة أيضا. وفي هذا الظرف بالضبط أحلم أصحاب النبي، من هو أحلم أصحاب النبي؟ حبيب النبي في كل أمر هو أبو بكر رضي الله تعالى، هو الآخر حينما اشتد الأذى بعد موت أبي طالب بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو الآخر خرج من مكة، هاجر من مكة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة ويختار رفيقا له في الهجرة، سنذكره من هو، هو زيد بن حارثة. سيختار أبو بكر رفيقه في الهجرة إلى المدينة، لكن هنا سيختار آخر. إذن فكيف يمكث أبو بكر في مكة؟ فخرج أبو بكر رضي الله عنه من مكة يريد اللحوق بأصحاب النبي بالحبشة. الله، أحلم أصحاب النبي، لم يعد يحتمل البقاء في مكة، من آخر من هاجر إلى الحبشة هو أبو بكر الصديق، ثاني اثنين وخيرة أصحاب رسول الله. الله، سبحانك يا ربي سبحانك. فيذهب بعيدا وحيدا طريدا في الفيافي حتى وصل إلى مكان يسمى برك الغمات في اليمن، فلقيه رجل اسمه ابن الدغنة، قال إلى أين يا عبد الله، يسمى عبد الله بن أبي قحافة أبو بكر، إلى أين؟ قال رضي الله تعالى عنه: آذانا قومنا، فلنخرج من هذه الأرض ولنهاجر منها ولنضرب في الأرض حتى نعبد ربنا بحرية، لقد فتنونا في ديننا ومنعونا من أن نعبد ربنا ومن أن نشيع دعوة الله بين عباده، فالأرض واسعة، أخرج. وابن الدغن هذا يعرف قيمة هذا الرجل، ويعرف حلمه، ويعرف أخلاقه الطيبة الكريمة حتى في الجاهلية،
فأبو بكر ليس متهما عند أحد. الله، سيرته رضي الله تعالى هي أفضل السير، وقد ذكرتها وأنا أتحدث عن سيرة رسول الله حينما تحدثت عن أول من أسلم من الرجال، وذكرت خصاله التي جمعها الله في هذه الشخصية المباركة الطيبة التي كان لها الأثر العظيم في نجاح الدعوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن الدغن يعرف قيمة هذا الرجل، ويعرف أن خروج مثل هذا من مكة هي خسارة لأهل مكة حتى وهو مسلم، فيقول له: لا، ليس مثلك من يخرج يا أبا بكر، ليس مثلك من يخرج من مكة، لا يمكن أن تخرج أنت، يخرج جميع الناس، أما أنت فليس لأحد عليك تهمة، ليس هنالك من يتهمك بشيء، أنت لن تخرج، عد وستعود في جواري، سأجيرك أنا، سأوفر لك الحماية، ستدخل في حمايتي، لن يتجرأ أحد على أن يصيبك بأذى، عد إلى مكة معززا مكرما في حمايتي وجواري، لن يصيبك أحد بأذى، وافعل ما شئت أنت في مكة، ليس مثلك من يخرج. يا الله، هذه بعض أخلاق الجاهلية التي كان الصحابة ورسول الله على رأسهم يستثمرونها لصالح الدعوة. فقال له ابن الدغن كلاما عجيبا، فقال: ليس مثلك يخرج من مكة، فعدد خصاله، فإذا بالخصال التي عددها ابن الدغن يصف بها أبا بكر، سترون أن هي ذات الخصال التي مدحت بها عائشة رسول الله حينما عاد من الغار بعد نزول الوحي إليها وهو يرتجف. أكو عقل اسمه؟ قلت له: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. هكذا قالها ابن الدغن لسيدنا أبي بكر: ليس مثلك من يخرج يا أبا بكر، إنك تصل الرحم. أنا بقيت حائر، كيف استطاع أن يردد نفس الكلمات التي قالتها خديجة لرسول الله؟ سبحان الله. ليس مثلك من يخرج يا أبا بكر، عد فإنك تصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نفس الصفات، تلميذ رسول الله النجيب، خير من آمن برسول الله، يحمل نفس صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يقف مع هذه الخصال التي مدح بها رسول الله من قبل خديجة حينما جاءه الوحي، أو الخصال نفسها التي مدح بها أبو بكر من قبل ابن الدغن عندما أراد أن يعيده إلى مكة، يجد سبحانك ربي سبحانك أن أفضل الناس عند الله تعالى من توفرت فيه هذه الصفات. فرسول الله صلى الله عليه وسلم توفرت فيه هذه الصفات، فكان أهلا لكي يختاره الله خيرة الخلق ورسول رب العالمين وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وهي نفس الصفات التي قالها رجل مشرك لسيدنا أبي بكر، هي بحذافيرها، لم يخرم فيها حرفا، فكان أبو بكر هو خير الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحق ما شهدت به الأعداء. والذي ينظر في هذه الصفات، الحمد لله إن شاء الله السيرة إن شاء الله تبارك، وقف مع شوية لسان، الذي ينظر في هذه الصفات التي مدح بها النبي أو مدح بها أبو بكر، يجد أن هذا أبو بكر رضي الله تعالى بهذه الصفات تجده حاضرا في المجتمع، رحيما بالضعيف، يقف مع الحق، ينصر المظلوم، ينفق من ماله، يكرم الناس، يصل كل أحد، يعني هو موجود في الواقع. هكذا الداعية إلى الله تعالى ينبغي أن يكون حاضرا، أن يكون حاضرا، لا يترك المقعد الفارغ. إنك إن تغيبت أنت ملئ مكانك بمن يملأه بالباطل،
إذا غابت داعية من مكان أوشك أن يعمره من يدعو إلى الباطل. لابد للداعية أن يكون حاضرا في كل المناسبات. الموت يكون هو الأول، السبوع يكون هو الأول، إصلاح ذات البين يكون هو الأول، إكرام الضيف يكون هو الأول، نصرة المظلوم يكون هو الأول، الوقوف إلى جنب من يحتاج الوقوف إلى جنبه هو الأول، إغاثة الملهوف هو الأول، قضاء حوائج الناس هو الأول. لأن كيف يمكن أن ينجح الإنسان في دعوته إلى الله وهو مقطوع الصلة عن عباد الله؟ ثم كيف يمكنك أن تكون موصولا مع عباد الله وأنت لا تتفاعل معهم ولا تتواجد في مناسباتهم؟ هذه من أعظم خصال الدعاة إلى الله، ومن أعظم ما يعطي لدعوتهم المصداقية، ومن أعظم ما يجعل دعوتهم ناجحة بين الناس. أما تكون غير مسمى السماء تتحدث مع الناس بدعوتك من برج عاج، من يسمعك؟ أنا كان أقول لكم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لو لم تكن ملتصقة بالناس، ولو لم يكن الداعية إلى الله ملتصقا بالناس لما وجد من يستمع له. أنا ما يعجبنيش الداعية إلى الله تبارك وتعالى يكون تبارك الله وبكوستيم تاعه وكذا ويخدم غير من الفوق للفوق ويحسب الناس أوباش، وحينما يتحدث عن الناس كيسميهم أوباش ولا كيسميهم مثلا الناس كيش يسميهم، يسميهم يسميهم العوام والرعاع. هذا خطر. هذا إذا كنت تنظر إلى الناس بأنهم رعاع كيف يمكن أن تصل دعوتك إليهم؟ من ذا الذي سيحبك؟ حتى ولو كنت تعتقد أنهم رعاع، هل من الحكمة في الدعوة أن تنطق بها لهم فيسمعونها؟ ألست تنفر نفسك منهم وبذلك تنفر الدعوة منهم؟ ماشي مزيان. هذا ماشي مزيان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الكل، أبو بكر كان يحمل الكل، كان يكسب المعدوم، كان يعين على نوائب الحق. نوائب الحق كان يقف مع الحق، يقف مع المظلوم. حينما تترك نصرة المظلوم كيف يمكن لدعوتك أن تنتصر؟ حينما تكون قادرا على نصرته لا لنفسه ولكن نصرة للدعوة التي يحملها. كيف يمكن أن تستجلب نصر الله وقد خذلت من يدعو إلى الله تبارك وتعالى؟ لا يمكن. من كان قادرا على نصرة مظلوم قادر فخذله، خذله الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. خذله الله من وقف موقفا ينتقص فيه من مسلم وكان قادرا على أن يذب على عرضه ويدافع عنه وينصره ولم يفعل ذلك، خذله الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. من أعظم أسباب نجاح الدعوة أن تختلط بالناس، أن تحمل هموم الناس، أن تتحرك مع الناس، أن تعرف واقع الناس. واش راهم يسمعوا الناس هادشي ولا ما يعرفوهاش؟ لأن أنا كنت محيط، تحيط نفسك فقط بالأغنياء وبأصحاب السلطة. السلطة تريد أن تستعملك لخدمة برنامجها، لخدمة ما تريد أن تشيع. أنت لا تخدم الدعوة إلى الله كما يريد الله، أنت تخدمها كما يريدها تنظيم يريد أن يستعملك. النبي صلى الله عليه وسلم أراد ذات مرة وقد اجتهد أن يدعو كبراء قريش إلى الله تعالى لأنه يعتقد أن في إسلام كبراء قريش يمكن أن يكون تمهيدا لإسلام أتباعهم، هكذا كان يعتقد. فجاءه رجل مغمور نسبا وحسبا وأعمى جاء يسعى فصار يكلمه ويقول علمني مما علمك الله، وإذا به يعبس في وجهه ويتولى. فالله تعالى يؤدب نبيه ويقول له كان الأولى أن تبدأ بمن جاء يسعى وهو يخشى، لأن الدين لا ينصر أبدا من قبل الكبراء ولا بأصحاب المال ولا بأصحاب السلطان ولا ولكن ينصره الله. إن كنت تعتقد أن الدين ينصره بهذه الطريقة أنت مخطئ. فالله تعالى يقول كالله هو ينصره،
وينصره بمن يشاء، بل ينصره بالضعفاء والمستضعفين. قال رسول الله: إنما تنصرون. هذه قال حبيب رسول الذي انتقى لنا. إنما أداة توكيد وحصر، الله يؤكد، النبي يؤكد على حصر موجبات النصر في هذه الأمور المذكورة بعدها. إنما تنصرون باش وتجبرون وترزقون. النصر على الأعداء، ترزقون الرزق سعة الرزق، تجبرون يجبر كسركم باش بضعفائكم. إنما تنصرون وتجبرون وترزقون بضعفائكم. الله 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 الله، عظيم هالشيء. ولذلك الحسن البنا رحمه الله ورضي الله عنه، جاءه رجل فقال: كيف يمكن لدعوتي أن يكون لها تأثير بين الناس؟ علمني كيف أدعو حتى أكون ناجحا. ما معنى النجاح في الدعوة؟ أن تكون لدعوتك أثر طيب على الناس، فيكتب الله لها القبول عند الناس. كيفاش ندير؟ قال له الحسن بن: أتريد مني أن أعطيك مجموعة من الإجراءات أن تفعل كذا وكذا وكذا؟ لا 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 لا، تمشي لغير شي كتيب وتقرا مثلا اسباب ولا عوامل نجاح الدعوه، وتقرا اولا الاخلاص، ثانيا العلم، ثالثا الصبر، رابعا شرح الصدر، خامسا الابتسامه في وجه الناس، سادس حسن الاخلاق، سابعا كيفاش دير تطبقها. هارك يعني من الناحيه العلميه راك تحفظها كاع، اي يعني حافظها، ولكن هل معنى اذا حفظت هذه الوسائل ستكون ناجحا في الدعوه؟ شتان بين من يحفظها وبين من يتمناها يعيشوها واقعا. ولذلك قال له حسن البنا: انا ما غاديش نقول لك دير كذا وكذا، ولكن خذ باقدامك في الوحل، الخدمه الخدمه، الوحل يشير الى القريه، الى الضعفاء. خذ باقدامك في الوحل واصدق مع ربك، وادعو الى ربك بحرقه، وادعو الله تعالى ان يوفقك، فسيفتح الله لك سبحانه وسيعلمك ما لم تعلم. ما تستناش ما تستناش، كي تحصل في شي حاجة ما تجلس، خصك واش تدير؟ تبحث عن وسيلة أخرى، تحرك تحرك. إذن هكذا قالت ابن الدغنة لسيدنا أبي بكر، حدد فيها خصال نجاح الداعية إلى الله، وكلها تتعلق بعلاقة الداعية إلى الله مع محيطه، بل وأفضل ما فيها هو النزول إلى أصحاب الحوائج، إلى الإنسان العادي. لأن نجاح الدعوة الحقيقية إنما تنبع من عودة المجتمع العميق إلى الله. واسمه المجتمع العميق شكون هو؟ هو السواد الأعظم، هو الفقير، هو المسكين، هو ذا الحاجة، هو الملهوف، هذول اللي ربي ينصر بهم. أما إذا كانت الدعوة أنتك ما توصلهمش، كتمشي فقط الفنادق نتاع خمس نجوم، أو لا تمشي فقط عند الناس اللي لاباس عليهم، أو لا تمشي فقط عند الناس اللي كيديروا تبارك الله الشوا وكذا وكذا، وتبقى تدعي أنت غير هذوك الناس. هذاك هذاك برستيج، هذاك هذاك الناس شبعانة، هذاك هذوك الناس حتى منين يسمعونك يسمعوا كأنهم فقط يتسلون. أما اللي كيعيش حقيقة الإيمان هو الإنسان الذي خلى قلبه من كل شيء إلا بالله، وترى قلبه مقبلا إلى الله. قال له رب سبحانه عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع الذكرى، أما من استغنى. هذا الناس الكبار، فأنت عنه فأنت له تصدى، ضيع وقتك وتتصدى له، وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى، هو باغي باغي الدين حقا بقلبه، نقي قلبه نقي. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، أتتلهى عن ابدأ به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعلم درسا عظيما من هذا، من هذه المؤاخذة الطيبة الرقيقة من رب العالمين لحبيبه صلى الله عليه وسلم. فكان لا يرى سيدنا عبد الله ابن أم مكثوم إلا قال له: مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي. يقول اقفلوه
مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي. الله. فعاد أبو بكر الصديق إلى مكة تحت حماية ابن الدغنة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن اشترط عليه شرطا، قال ستعود إلى مكة بشرط أن لا تؤذي المشركين بالجهر بعبادتك ودعوتك، أن تتوقف عن الدعوة وصلناه، ونفس الشرط الذي اشترط على رسول الله حينما يعود من الطائف. سبحانك يا ربي سبحانك، لا إله إلا الله رسول الله. إذن ستعود في حماية ابن الدغنة، ولكن بشرط ألا تسيء إلى، شو اسمها تسيء، ألا تسيء إليهم بإظهار يعني إظهار العبادة ولا إساءة لهم، لأنهم يكرهونها، يكرهون العبادة بتاع سيدنا ربي في مكة. إذن فلا تسيء، فلا تسيء إليهم بإظهار العبادة. ثم إنهم يخافون أن يفتتن النساء والصبيان بك يا أبا بكر إذا رأوك تعبد الله وتقرأ ما أنزل على محمد. يعني هم ما عندهمش حاجة قابضة مزيان، خايفين حتى على نساهم، أي الناس المقهورين والضعاف يمكن أن يتسللوا فيسمعوا لأبي بكر فيحدث فتنة فيهم، كما حدث مع بلال ومع مجموعة من الضعاف حينما آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبل أبو بكر هذا الشرط ودخل إلى مكة في جوار ابن الدغنة رضي الله تعالى عن أبي بكر. فبدأ رضي الله تعالى عنه يحبس نفسه في بيته ويصلي في بيته ويعبد الله في بيته. يا الله، ما أصعب هذا على الدعاة إلى الله تعالى، ما أصعب هذا على الدعاة إلى الله. هل يستطيعون؟ هل يصبرون؟ أعظم مهمة يمنعون منها، حتى العبادة يحاصرون فيها، أية حرية هاته. فيظل أبو بكر رضي الله تعالى عنه محبوسا في بيته يصلي خفية، يقرأ خفية، لكن رضي الله تعالى لم يطق هذا، فبدأ يقرأ القرآن جهرة، وهو حينما يقرأ القرآن قلبه أسيف، قلبه مرهف الحس، يتأثر بالقرآن تأثرا شديدا، فيقرأ فيغلبه النشيج والبكاء، يبكي، فتسمعه النساء والأطفال فيحيطون ببيته. يا الله، ويعجبون لما يصنع أبو بكر، هم في الجاهلية ما عارفين شيء، يتعجبون لهذا الصنيع، الرجل يقرأ القرآن فيبكي، يبكي في بيته، يعيش مع كلام الله تعالى. يا لغربة القرآن بين المسلمين. الله ينصر هذا الدين على الصادقين، على من ينفعلون ويتفاعلون مع كتاب الله تعالى. إذا كان كتاب الله في واد ونحن في واد، كيف يراد لنا أن ننصر ونحن والعياذ بالله نسيء إلى كتاب ربنا بهذه الطريقة؟ فجاء المشركون إلى ابن الدغنة، أنت أجرت أبا بكر لكي يخفي عبادته في داره، فها هو يفتن نساءنا وصبياننا، لقد وقع المحذور يا ابن الدغنة، أدرك من أجرته، فتنة جديدة، تهنينا بمحمد صلى الله عليه وسلم وجينا أبو بكر، تهنينا بسيد النبي اللي غادي يخرج غادي يشوف غادي حتى هو يخرج صلى الله عليه وسلم، تهنينا بسيد النبي صلى الله عليه وسلم، تهنينا بمحمد، ويأتينا صاحبه يفتن نساءنا. نحن قد قلنا بأن قضية الدعوة إلى الله انتهينا منها، فأصحاب محمد إما مطرود مهاجر وإما معذب في مكة، فلا تقوم للإسلام قائمة في مكة، ويأتي هذا ويخرق القاعدة. لا إله إلا الله. فيأتي ابن الدغنة إلى سيدنا أبي، يا أبا بكر، أين الشرط الذي اتفقنا عليه؟ لماذا صرت تسمع القرآن أو ما تقرأه لقريش؟
ألم تدخل في جواري على هذا الأساس؟ أنا لا أحب أن أخفر في ذمتي من قبل أي كان. شو هالكلام؟ أنا لا أحب أن يسمع الناس في مكة أنني أخفر في ذمتي. أنا يبقى يسمعوا الناس باللي أجرت أحدا بشروط، ويجي ذاك اللي أجرته هو والعياذ بالله ما يديهش كاع في الشي ديالي وتدهك حرمتي مع قريش. أنا لا أريد هذا. أنا لا أحب أن أسمع أنني خفرت في ذمتي من قبل أي أحد. قال له جوارك رد عليك. ما أختار إلا جوار الله. ولو لم تكن أنت من طلبت مني أن أعود لأدخل في جوارك ما صنعت. قال ماذا تقول؟ الأمر خطير. قال قلت لك لا أختار جوارا غير جوار الله، وسأعلن عن ذلك في مكة على سمع الملأ كلهم حتى ترتاح. أذيتك سيدي؟ لا تحب أن تسمع في مكة أنك قد أخفرت في ذمتك من قبل أبي بكر؟ أبو بكر سيرد عليك جوارك ويحل هذه العقدة وهذا الميثاق بينه وبينك. قال لا تصنع. قال بل أصنع. فخرج أبو بكر رضي الله عنه إلى مكة حيث يجتمع الملأ من صناديد قريش، فأعلن على الملأ رضي الله عنه وأرضاه أنه قد رد جواره على ابن الدغن لكي يلقى أبو بكر جميع صنوف الأذى من قريش يبتغي في ذلك رضا الله وحده. الله. أنا تخيل مكة بلا سيد النبي صلى الله عليه وسلم وفيها الآن أبو بكر، باقي الفراغ ولا ما باقيش الفراغ؟ واش باقي الفراغ في مكة ولا ما باقيش الفراغ؟ واش باقي الفراغ؟ أنا ما رانيش حاس باللي مكة راه فيها شي فراغ كبير. خرج سيد النبي وخلى واحد، مكة كاملة تهتم لنفس الأمر وتخشى على ذراريها وعلى نسائها وعلى شبابها من أن تتسلل دعوة الصادق الصديق إليهم. كان شي فراغ ولا ما كان؟ لا تستشعر أن الفراغ قد وقع في مكة بخروج النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفوا علاش راه بنادم يبكي؟ علاش بنادم؟ علاش علاش؟ كاين في وجده كيخرج شي واحد من الدعاة ولا يقول لك صافي وجده مات. وجده كاملة كاملة مات. ما كاين لا مشركين في وجده ولا حكم تاع المشركين ولا والو، ومع ذلك يخرج واحد العالم ولا يقول لك وجده ماتت. ليا كأن الدعوة تقوم على أكتاف رجل واحد، فإذا خرج الواحد انطفأت الدعوة. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، هذا عطب فاش في المنهج، هذا عطب في المنهج، لأن الدعوة إلى الله ينبغي أن يحملها الجميع. إلى خروج هذا يبقى 10، إلى رضو ذاك يبقى 20، إذا مات الآخر يبقى 60، إذا سجن فلان يبقى 100. لأن بنادم يسجن يقتل يطرد يموت ويمشي، لكن يجب أن تبقى دعوته. هذا هو اللي كاين، هذا هو اللي يعني أن السيرة نتاع النبي صلى الله عليه وسلم تعلمنا أنه ما من داعية إلى الله تعالى إلا وينبغي أن يربي ويعلم ويكون مجموعة من الدعاة، حتى إذا مات أو أسكت أو أخرج ظلت دعوة الله مستمرة في الأجيال القادمة من التلامذة ومن طلبة العلم ومن الصادقين ومن المحبين للدعوة. مشكلة هذه كارثة. يقول له الدرا خرج واحد السيد كان في ذيك المدينة وراه الدعوة عليه صافي، الدعوة مات. الدعوة مات لأن كانت واقفة على واحد. فاش العيب هنا؟ فاش العيب؟ فاش العيب؟ فاش العيب؟ العيب أولا يمكن أن يكون فاش في الداعية، لأن الداعية إذا لم يربي مجموعة من الدعاة إلى الله ليحملوا الأمانة من بعده
فيكون قد فرط تفريطا عظيما. احنا ما رحناش نديروا هذا الشيء. الناس ما رحناش نديروا هذا الشيء. يكون الناس ويربي الناس ويتعلموا الناس. هذا خطا ديالش ديال الدعاة الى الله تعالى. يبقى لا اي مثلا غير على راسه ولا الى جماعة يدير الدروس هكذا في الجامعة ويولي يروح. يدير درس في الجامعة ويولي يروح، يدير الخطبة ويولي يروح. ما يهتمش باش بالاشراف والتأطير نتاع الناس هكذا. هاي خصنا تأطير الشباب للدعوة الى الله. يخص تكون جلسات ربانية. يتعلموا فيها كيفاش يديروا الدروس. يخص الاشراف المباشر على الجلسات. هذا مشكلة هذا. ما أسهل أن يقضى على الدعوة إذا كانت الدعوة تنقطع مباشرة بعد إسكات الداعية، أي أنه لم يستطع أن ينقل الأمانة ويسلم الراية للجيل الآخر. هذا راه ماشي هذا من أجل خاطئ. هذا من أجل خاطئ. والثانية الخطأ الثاني فاش الخطأ الثاني فاش؟ يمكن أن يكون الداعية ممن يجتهد في هذا الأمر، لكن لا يجد من الشباب من يصدق في طلب هذا الأمر. يجي غير يسمع ويمشي، يجي غير يسمع ويمشي. 20 عام هو يسمع، تكلفوا يدير الدرس ما يديرش، تكلفوا يحفظ ما يحفظش، تكلفوا يجتهد ما يجتهدش. يجي لك 20 عام وهو معك في جلسة واحدة، وبعد مخاض 20 عاما إذا بالنتيجة أصفار عن الشمال. وهذه كارثة الكوارث. وحتى الدعية إلى شاف هذه الجلسة دايره هكذا وقزايف توا غيزيدوا معهم. يخص الدعية وهو يبحث عن من يحمل الدعوة، يبحث عن من يصدق في طلبها. لأن لو كانت المسائل غير هكذا أنا راك غادي تزلع الماء على الرملة. بالسلام عليكم. أكزلنا على الماء على الرملة. ولذلك هذا نداء إلى الدعاة إلى الله. النداء الأول أن يصدقوا مع الله. هذه ما قال أحد لحد. من علامات الصدق مع الله أن ينزلوا إلى الناس. إنك لتصل الرحم، إنك لتقري الضيف، إنك تحمل الكل، إنك تكسب المعدوم، إنك تعين على نوائب الحق. تنزل. ثالثا أن تنظم جلسات للإشراف على تكوين الدعاة إلى الله من بعدك، لأن الدعوة إلى الله ينبغي أن تستمر ولا تتوقف بتوقيف داعية ولا بموت داعية ولا بسجن داعية ولا بنفي داعية. فالدعوة ينبغي أن تستمر في الأجيال. فإذا لم يتحقق هذا فاعلم أن العيب في الداعية إذا لم يقم بهذا ولم يحمله كمشروع في صدره ويحققه واقعا على الأرض، أو أن العيب يكون في أكثر من يقبلون على هذه الجلسات إقبال غير المهتم. إنما هو إقبال فقط مسكن باش يحس ويقول له رسولك بعدها تحضر الجلسات وراك تدي الأجر تاع حضور الجلسات، تغشاكم الرحمة وتنزل عليكم السكينة، فيجي له إبليس يدخل له من هذا الباب. المهم أنك تحضر لكي تحصل على هذه الفوائد الكبيرة وأنها مراتع الجنة. هي مراتع الجنة نعم، لكن ليس المقصود هو فقط هو أن ترتع السلام. أنت مش بهما غير ترتع، أنت خصك ترتع وتوكل. أنت خصك ترتع نعم، وعلاش ترتع؟ لكي يصير جنانك وصدرك مخضرا. القرآن هو ربيع قلبك، وإذا كان القرآن ربيع قلبك أخذت القرآن في المجالس وأخذت العلم في المجالس، فأصبح قلبك ربيعا وصدرك ربيعا مليئا بالخيرات والحكم والآيات والعلم النافع، فستنشره بين الناس وستجعل الآخرين يعيشون الربيع الذي تعيش فيه أنت. أما جي فقط باش تحضر هكذا وما يكونش التكوين، هذه مشكلة وآفة الآفات. من أين استنبطنا هذا؟ من قضية أبي بكر رضي الله عنه. مكة الآن فارغة، تركها النبي صلى الله عليه وسلم كما سرر،
ولكن أبو بكر حضوره لم يترك فراغا في مكة. حضور واحد، النبي صلى الله عليه وسلم خرج وبقي أبو بكر، فكأن الدعوة التي كان يحملها رسول الله باقية في تلميذه أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا عن أبي بكر رضي الله عنه. وفي نفس الاتجاه كان هنالك صحابي جليل عاد من الحبشة، هو الآخر كما رد أبو بكر، هو سيدنا عثمان بن مضعون رضي الله عنه، ودخل في جوار الوليد بن المغيرة. الله، فكان رضي الله تعالى يتمتع بالأمان، وهو الآخر دخل في جوار الوليد بن المغيرة على أساس أن لا يسمعهم ما يسيئهم. توخص نعم سيدي، لا يظهر دعوته ولا يظهر عبادته كأبي بكر تماما. لكن طال هذا الأمر فكره أن يظل في جوار الوليد، فقام إليه فقال: لقد وفيت يا وليد، والآن لا أريد جوارا غير جوار الله. قال: أمسك أحد بسوء؟ قال: لا، لقد وفيت. قال: إن كنت ترى أن ثمة من مسك بسوء فأخبرني، فإني لا أحب أن أخفر في ذمتي. إلى شي واحد أذاك من ترك في جواري، قول لي شكون لخني ضربة به. قال له: لا، لقد وفيت، ولكني لا أريد جوارا غير جوار الله. شو التلاميذ تاع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ هذا ماشي غير واحد، هذا هذا تلاميذ. ابن عمي احنا واحد ما نقدروش لا إله إلا الله حضر، ما يقدرش يكون واحد، تخيل. قال له: إذا كنت ترد جواري فرده في الملأ، أعلن به كما أعلنت أنا على الملأ أنني أحميك، فرد هذه الحماية علي علانية. فعاد عثمان بن مضعون رضي الله عنه إلى مكة، وعلى سمع الملأ قال: لقد وفى الوليد بن المغيرة في جواره، ولقد وفى في حمايته، وأنا لا أرغب إلا في حماية الله وجوار الله. الله أكبر، الله أكبر، في الوقيت اللي ما كاين لا أورب غادي يكون العذاب كبير. فرد عليه جواره، فأصبح عثمان بن مضعون رضي الله عنه ليس له من يحميه في مكة. فدخل رضي الله تعالى عنه إلى مجلس من مجالسهم، وفيه لبيد بن ربيعة أحد الشعراء يلقي قصيدة، فقال في قصيدته: ألا كل شيء ما خلى الله باطل. قال له سيدنا عثمان: صدقت، صدقت. هذا الشاعر مشرك. ألا كل شيء خلى الله باطل، كل حاجة من غير سيدنا ربي باطلة. قال له: صدقت، صدقت. ثم قال في البيت الثاني: وكل نعيم لا محالة زائله، وكل نعيم لا محالة زائله. قال: كذبت، نعيم الجنة لا يزول، نعيم الجنة لا يزول. فقال لهم لبيد: يا قريش، متى كان الضيف عندكم يساء إليه؟ شو يا قريش، يا معشر قريش، أنتم قبيلة منزلتها رفيعة في كل قبائل العرب، لما امتن الله عليها من وجود الكعبة وبيت الله الحرام، فيزوركم الناس من كل مكان، متى كان الضيف عندكم يساء إليه؟ يا الله. فقال أحدهم: لا تلتفت يا لبيد، هذا سفيه من سفهاء الناس. سفيه معناه مسلم، من يبغوا يهضروا الشمس يقولوا انت يا ظلامي انت، لا تلتفت، هذا سفيه، هذا سفيه من زمانه. قال: بل أنت السفيه، لأن ما عنده لا جوار ولا، بل أنت السفيه. فارتفعت الأصوات، ونهض أحدهم فوجه لكمة إلى عينه فانطفأت. الله، الله أكبر، الله أكبر.
ايه هي الدعوة الى الله تعالى؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. كاين اللي كلا شوية دق، كاين اللي كلا شوية دق. شو هذا السيد هذا؟ الضربة الأولى فين جات؟ في العين. وفين مشات؟ ذهبت العين، انطفأت. فقال له الوليد بن المغيرة الذي كان يحميه: والله يا ابن أخي، إن كانت عينك هاته التي أصيبت اليوم لغنية عما أصابها، كانت في غنى، لو ظللت في حمايتي لما تجرأ أحد أن يؤذيك أو يعتدي عليك، لأن كانت عينك في غنى عما أصابها. اسمع الجواب، اسمع ديال التلاميذ تاع النبي صلى الله عليه وسلم، باش تحس بأن ما كاينش الفراغ منك. ماشي غير أبو بكر، رجال يا أخي، يمشي النبي ويبقاو هاد الناس. صلى الله عليه وسلم، شوف، قال له: بل إن الأخرى اللي هي تشوف، ايوه، لا تغار من أختها التي أصيبت في الله. أو يا ابن عمي، هو يقول له: كانت عينك هاته التي أصيبت في غنى عما أصابها، لو كان كنت في حمايتي لظلت عينك كما هي، فأنت فقدت نور بصرك فقط لأنك تركت جواري. كيقول: اسمع، أنا رضيت بجوار الله ولا أرضى بجوار مخلوق، وإن هذه العين السليمة لا هي مفتقرة إلى ما أصاب أختها، هي فقيرة إلى ما أصابها، لأن هذه العين التي فقدت البصر هي غنية بالله، والأجر الذي يأخذه المبتلى في الله تعالى أجر عظيم. هذه هي الفقيرة إلى ما أصاب أختها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحانك يا ربي سبحانك. هذا نموذجان من نماذج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ظلوا في مكة بعد خروجه كما سنرى إلى الطائف، كيف اعتزوا بالله ونصروا دين الله وتحدوا قلاع الشرك كله، وظلوا ثابتين صامدين رغم غياب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على حبيبنا محمد.